مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. دور الرائده الريفيه دور مهم جدا جدا ما بين الحقوق وما بين الواجبات. يا ترى هي فين ودورها ايه، وقد ايه ان فعلا بيكون ليها دور ايجابي وفعال جدا في توعيه الفلاحات والفلاحين. والسيده دايما، احنا المجتمع بتاعنا الريفي لما ست تكلم ست هيبقى اسهل انها تاخد المعلومه وتنزل لها وتقعد معاها في البيت او تقعد معاها في الارض، والمهم انها توصل لها المعلومه باي شكل ايا كان. وبالتالي الفلاحه الجميله بتوصل الكلام لزوجها وبتبتدي المعلومه بتنتشر بشكل عام. ولكن للاسف في معوقات كتير قوي ممكن تواجه الرائده الريفيه في انها بتقوم بدورها، وفي كمان مشكله في توفير الدعم والتمويل عشان الرائدات الريفيات يكونوا على قدر عالي جدا جدا من الهمه والنشاط. محتاجين اكتر نتعرف على الرائده الريفيه ودورها وازاي نقدر نعتمد عليها في توصيل المعلومه السليمه والصحيحه للفلاحه والفلاح. تفاصيل كتير قوي هنعرفها عن الموضوع ده من الاستاذه اماني فاروق، مشرفه تحديدا بقطاع رائدات الريفيات بالاداره الصحيه بالوراق. اهلا بيكي. اهلا، نورتيني. اهلا. والاستاذه صفيه محمد رائده ريفيه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. خليني ابتدي باستاذه اماني، خلينا بس نعرف المواطن كده او المشاهد البسيط، يعني ايه رائده ريفيه؟ الرائده الريفيه هي دورها هي همزه وصل ما بين السيدات في البيوت وما بين الوحده الصحيه. على اساس ان السيدات ما بيكونش عندهم بعض الوعي الكافي ايه الخدمات اللي موجوده عندنا في الصحه، فالرائدة بتوصل لها المعلومة ايه الخدمات اللي موجودة عندنا في الوحدة في الوحدات، وبتكلمها عن اي رسالة بتاخدها سواء في دورات تدريبية او في بعض الندوات اللي بتحصل عليها. من هنا بيحصل ان بيبقى في ثقة ما بين الست وبين الرائدة، لان هي بتفضل معاهم فترة على طول. يعني كل رائدة بيبقى لها مربع، يعني 500 اسرة بتفضل معاها، بيبقى في ثقه ما بينهم. بتعرفها بقى ايه الخدمات اللي موجوده عندنا. المفروض ان هي بتعرفها ان في عندنا حاجه اسمها متابعه الحمل لما تبقى الست حامل، ده ضروري ولازم ان اول الست ما تبقى حامل لازم تعمل متابعه. اول ما بتفضل معاها في خلال التسع شهور ليها طبعا بتعمل تحاليل ويوصلها الضغط وبيهتموا بيها في قلب الوحده، وليها بيبقى كراسة متابعة. بعد كده بيبقى لها بتيجي بعد كده لما بتحضر بتعرفها انها لازم لما تولد في مكان آمن زي مستشفى، عشان لو حصل أي ظرف أي حاجة بيكون المستشفى عندها استعداد أكتر من انها تولد في البيت أو تولد في مثلا في عيادة خاصة، أو لو فرض انها عايزة عيادة خاصة فالمفروض ان هي تكون مجهزة. بعد كده بقى بتتابعها انها بعد ما بتولد بتطعم لها أولادها، بتخليها لازم تخليها تيجي تعمل كعب نقص هرمون الغده الدرقيه اللي هي كعب الرجل، وبعدين بتطعم التطعيمات. بعد كده بقى بتتابعها في الشهرين والاربعه والسته، وقبل منها من التطعيمات قبل ما بتكمل 40 يوم بتكلمها عن تنظيم الاسره والمباعده ما بين الطفل والتاني. حلو قوي. ده دور مهم جدا، يعني مش بس مقتصر على الناحيه الزراعيه وانها توعيها حتى باي مشروعات ايا كانت، لا ده الموضوع من ناحيه كمان النسائيه. ولو في عندها اي مشكله تقدر بقى الرائده هي تقول لك ان في بعض المشاكل في عند الستات بتقابلها فبتحاول تحلها لها. ايوه، خليني بقى اروح لصفيه. صفيه، انت رائده ريفيه جميله، قولي لي يعني ابتديتي ازاي الموضوع ده وبتتعاملي ازاي بقى مع الستات وبتقولي لهم ايه وبتوعيهم ازاي؟ طبعا انا بقى لي 20 سنه رائده. ما شاء الله. في بدايه المشوار كان صعب. صعب طبعا ان انت ما عندكيش خبره ان انت تقدري تاخدي من الست المعلومه باسلوب كويس. اولا لازم تحس معاكي بالامان. ان انت تتكلمي معاها ما تاخديش منها الكلام توصليه لجارتها. ايوه، ان ده اهم حاجه، السريه التامه، وتحسسيها ان انت جايه لمصلحتها. فعندما تحسي منك الاحساس ده بتقول لك ادق التفاصيل في حياتها. صحيح. فانا بقى لي 20 سنه الحمد لله، الحمد لله من شكر من ربنا، لان انا بحب مهنتي دي. بحس ان هي رساله ان انت بتاخدي بايد واحده بتغيري سلوكها من سلبي لايجابي. بتنور لها حياتها على قد ما تقدر، فبالتالي بيبقى بينك وبينها معامله تانية خالص، مش واخداكي كشغل.
واخداكي كاخت ويمكن اكتر من اخت. انت اللي بتروحي لهم ولا هم اللي بيجوا؟ انا بروح لهم. ليهم زيارات عندي في جدول بعمله وخطه، وفي ست بتقابلني في كمان في الشارع، مش ضروري ان انا ابقى ميعاد ان انا اروح لها. هي محتاجه مني خدمه، فبالتالي يا اما تجيني الواحده في اليوم اللي بيبقى ليا فيه تواجد، يا اما بتقابلني لو في السوق او في الشارع انا بقعد اتكلم معاهم كاني واحده منهم. ما بتكسفش، واي سؤال تساله عندي اجابته برد عليها بثقه، ما عنديش اجابته بقول لها هسالك وارد عليك. اكتر المشاكل اللي بتشوفيها ايه موجوده في الستات وعايزه تغيريها تماما؟ اللي هي تنهيده دي وراها كتير، حاسه ان في حاجات كتير. لا مش القصد والله، احنا عندنا الستات بطبعها طيبه جدا، ده حقيقي، وبتعاني كتير جدا. فبالتالي لما تلاقي حد بيمد لها ايديها بالامان بمعنى اصح، فبتمشي معاكي بثقه عمياء. يعني مثلا بتطلب منك خدمات من ناحيه الرعايه الصحيه، بتيجي بصي طبعا لازم، اهم حاجه زي ما قالت لك الاستاذه اماني، بنروح للست من بدايه وهي عروسه. أيوة. يعني بدايه وهي عروسه، ما استناهاش لغايه ما تحمل، بعرفها ايه الخدمات اللي عندنا في الوحده وايه الحاجات اللي هي لازم تعملها اهلها قبل موضوع الحمل ده. ان هي تهتم بصحتها، تتغذى كويس، في فحوصات بتعملها لو اتاخرت عن الموضوع الحمل دوت. تاني حاجه عند ما حملت ليها اللي هي متابعه شهريه عندنا لغايه ما تيجي في السابع، وليها حقنتين تطعيمات تيتانوس دي لازم تاخدها عشان تبقى مؤمنه، سواء بقى ولدت في مستشفى حكومي او في مستشفى خاص، ان هي كده معقمه بينها وبين ابنها مجهزه. تاني حاجه بتعمل تحاليل، وفي حقنه اسمها الار اتش كانت طبعا مقبوله، ما كانش ناس كتير تعرفها. طبعا الار اتش ديت لو الست سالب والاب سالب ما بتاخدش حقنه اسمها الار اتش. دي بتاعت ايه بقى؟ ديت بتاعت الحمل، عشان الحمل التاني ما الست ما بيبقى لها عواقب تانيه المفروض الدكتوره اللي بتقولها. تاني حاجة لو هي طلعت سالب وجوزها موجب، فلازم بتعمل حاجة اسمها قرار ار اتش، بتاخده من المصل واللقاح، بس احنا بنديها قرار من عندنا، بدل ما الست كانت بتروح تجيبها غالية على حسابها، احنا بنضطر نوديها نديها قرار من الوحدة عندنا مختوم، بتروح تعمل في مصل واللقاح قرار على نفقة الدولة وبتصرفه. طبعا ده شيلنا عائق جامد جدا على الست والراجل في الموضوع ده. طبعا خليني ارجع للاستاذه اماني مره ثانيه، كلميني بقى عن مواصفات الرائده الريفيه، هل بيبقى في مواصفات معينه، سن معين، حاصله على مؤهل عالي، يعني ازاي بتختاري الرائده الريفيه وازاي بتعلميهم وتدربيهم؟ لا هي بالنسبه للرائدات كانوا اصلا بعقود من سنين طويله، من سنه 96 لا من 2000، يعني كانوا هم بعقود، وبعدين في سنة 2013 اتعينوا. فكان في الأول مفيش ملناش مواصفات زي عامة التمريض أو الدكاترة، يعني اللي معاها دبلوم تجارة، صناعة، زراعة، المهم عندها في بعض حاجات معينة، إنها تكون لبقة، إن هي تكون قادرة توصل المعلومة، إن تكون هي بشوشة أو بتقبل طريقة وأسلوب الست لحد ما تبتدي تاخد عليها. كل دي حاجات مواصفات لازم تكون موجودة في الرائدة، وتكون لبقة، يعني هتحاول تنزل بمستوى تفكيرها لتفكير الست اللي قدامها، لان ممكن تكون متعلمه ممكن تكون لا، وممكن تكون متعلمه بس ليها تفكير معين، فمطلوب منها ان هي يعني توصل لها المعلومه ببساطه عشان تقدر توصل لها. تمام. توصل للست كويس. تمام. دي المواصفات بتاعتها. انت بتعلميهم ايه بقى؟ يعني هي لو توفرت فيها المواصفات دي كلها، طب السن بتشترطوا سن معين؟ كان الاول ما بيشترطش، لكن دلوقتي بيشترطوا. كام بقى؟ حاليا لغايه دلوقتي تقريبا 29 سنه، لان ما فيش تعيينات من سنين طويله حضرتك. انتوا بتتعينوا تبع وزاره الزراعه ولا تبع جهه ثانيه؟ تبع وزاره الصحه. تبع وزاره الصحه. لما بيجوا لك وبتحسي خلاص ان المواصفات متوفره فيهم، الوزاره هي اللي يعني بيجوا عندنا بعقود، مش عن طريق يعني بيجوا لك بقى. ايوه بالظبط. لما بيجوا لك بتعملي ايه معاهم؟ اول حاجه لو لقيتي واحده فيها المواصفات دي كلها، اول حاجه بتبتدي تعرفيها ايه؟ بيبتدي تدريبها عن طريق المديريه الاول، بيدوهم دوره تدريبيه لفتره معينه، بيعرفوهم ازاي يدربوهم ازاي يتكلموا، ازاي يتواصلوا مع الناس، ازاي يسجلوا في السجلات بتاعتهم. نفس ده في الدورات التدريبيه اللي بياخدوها في الاول.
بعد كده لما بتجيني عندي في الاداره ببتدي بقى بدل ما كانوا عدد كبير ببتدي بقى المجموعه اللي جت ببتدي اقعد معاهم برضو بشرح نفس الكلام اللي اخذته، نشرح طريقه السجلات ازاي تتواصل مع الست، لان كل بلد وليها سلو في طريقه أيوة. كلامها وفي طريقه طباعها، ايوه عاداتهم وتقاليد، العادات والتقاليد لان كل بلد بتختلف عن الثانيه. صحيح. فانا العادات والتقاليد اللي انا بعرفها عن البلد دي اللي انا تبعها ببتدي اشرحها، اقول لها خلي بالك ان في عندنا عادات وتقاليد كذا، يعني احنا عندنا من ضمنها ان الحما في الريف كلامها مسموع، لو هي تعارضت معاها الست مش هتستجيب لها نهائي، حماتها قالت لها لا هي لا، وجوزها بالتالي هيسمع كلامها لان والدته. فدي عادات وتقاليد موجوده في كل مكان، بس في ست بقى يعني ايه بنقول لها لما تيجي تخشي عند الست خشي للحما الاول لانها هي الام، هي اللي هتبتدي تتكلمي معاها في الاول وتقنعيها، بالتالي هي هتجيب لك مراتات ولادها وهي اللي هتقعدهم وهي اللي هتبتدي تساعدك انها تقنعهم معاكي. صحيح. وده اللي بيحصل بالفعل. من هنا بقى بيحصل، وبعد كده بقى بيحصل انها بتتدرب على الرسائل كمان اللي هي المفروض هتقولها، زي الرضاعه الطبيعيه، زي متابعه الحمل، زي تنظيم الاسره، هو ده الاساس اللي عندنا. بنشرح لها ايه هي انواع الوسائل، ايه مميزاتها وايه هي عيوبها، لانها لما هتيجي تتكلم مع ست لازم تقول مميزات وعيوب الوسائل عشان الست يبقى عندها فهم. أيوة. فاهمه. أيوة. بعد كده هي لما بتيجي بقى بعد ما بتخلف وتيجي قبل ما طبعا الدكتوره هي اللي بتحدد لها نوع الوسيله. الرائده ما بتحددش لانها طبعا بتعملها بعض الفحوصات، بتقيس لها الضغط، بتوزنها، الحاجات اللي هي المفروض ان هي تديها لها بتتابعها فيها، بعد كده الدكتوره هي اللي بتحدد ايه نوع الوسيله. صوفيا قولي لي المشاكل اللي بتقابلكوا ايه انت كرائده ريفيه بقالك 20 سنه ما شاء الله ربنا يديكي العمر، ايه المشاكل اللي بتقابلك وشايفه الحلول متمثله في ايه؟ ما انا قلت لحضرتك بدايه المشروع كان فيه عواقب. زي ايه؟ طبعا كان صعب ان انت تخشي تاخدي من الست اي حاجه. صعب اساسا ان هي تدخلك البيت. ايوه. انت واحده ما تعرفكيش. فطبعا مع الممارسه طب خلاص احنا ما بقيناش تجبر الستات ان احنا ناخد منها معلومات بالعافيه. اتفضلي حضرتك احنا موجودين في الوحده وتيجي مره واثنين وثلاثه، ولما تلاقينا متواجدين بهنا بتبتدي برضو بتحس بالامان. طب هل في مشكله تمويل او مشكله ماديه؟ انا هعرف من حضرتك الموضوع ده بعد ما ناخد العمده ناهد لاشين. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنتكلم على دور الرائده الريفيه وقد ايه ان فعلا ليها دور مهم جدا، وبصفتك عمده بقى شايفه هل ان هم فعلا ليهم تواجد بشكل كبير ولا في برضو مشكله في تواجدهم زي مشكله المرشد الزراعي؟ لا 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 ده اكيد. اولا انا بمسي على ضيوف حضرتك وعلى حضرتك برضو، بس في حاجه مهمه. فضل. انا بعتبر من اهم الاليات اللي لازم نعتمد عليها في الريف وفي المجلس القومي للمراه وفي كل المناطق السيده اللي هي الرائده الريفيه. لها عامل اساسي كبير خاصه عندنا في الريف، لان عندنا الريف عنده يعني لا وعي خاصه مع السيدات. عندهم حته ان السيده بقى لها فتره طويله حتى مجرد ان هي تشارك في اي عمل سواء عمل عام او خاص عندها نوع من نوع لا وعي. فده دور الرائده الريفيه ان هي تعمل عندها وعي، تعمل عندها ثقافه. اكيد الوعي والثقافه. مع حضرتك اتفضلي. فدور الرائده الريفيه ده دور مهم جدا، ده لازم منه لازم. انت راضيه عن عددهم ولا شايفه ان هم محتاجين يبقى فيهم زياده شويه في العدد عشان يقدروا يقوموا بدورهم بشكل اكبر؟ لا انا شايفه كل ما كتر العدد كل ما زادت الثقافه. صحيح. لان هم فعلا دورهم فعال ودورهم نشط جدا بالنسبه للريف عندنا تحديدا كمان. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا وسعيده ان في عمده سيده كمان موجوده معانا، وببقى سعيده جدا ان الست بتقوم بدورها والله بدون تحيز. صفيه انا كنت بكلم معاكي على موضوع التمويل او يعني الناحيه الماديه بشكل عام، اي مجال بيبقى فيه مشكله، انتوا من الناحيه الماديه بتعانوا من اي مشاكل؟ عندكم مشاكل؟ يعني انا شغاله بقالي 20 سنه. من ناحيه الراتب بتاعك يعني؟ راتبي كام؟ تخيلي كام؟ 1026. 20 سنه ومعايا 4 اولاد وجوزي معاق. بس بحمد ربنا الحمد لله. ولكن انت شغاله وما سبتيش مكانك وبتقومي بدورك.
دعوه الست ليا صحيح كنز بالامانه والله. ما حكايه المد دي ربنا بيبارك بقى في القليل اللي انت بتاخديه، طبعا لان انت ما دام بتخدمي بحب وبامان وبثقه في الله سبحانه وتعالى نعم الله. هو اللي بيبارك لك. خليني اتكلم معاكم على نقطه تانية اتفضل. قلتها لي اثناء الفاصل وانا بصراحه حابه اتكلم فيها. فكره انه في بعض الرائدات ازواجهم رفضوا انهم يطلعوا على التلفزيون عشان هم مش حابين ان مراته تطلع في التلفزيون، ده فكر وثقافه. منين انت سايب مراتك تخش البيوت وتتكلم مع ستات ومثل مشرف مش عايز تطلعها في التلفزيون؟ مشكله تقبل الرجل لفكره عمل المراه، وتحديدا لما هي بتتعامل مع ست، يعني هي مجالها ما بتحتكش بحد، حتى لو بتحتك ايه المشكله انها يبقى في ثقه وفي وعي ما بين الرجل والمراه، وانه يسيب زوجته تقوم بدورها؟ يعني شايفه استاذه صفيه ان الاستاذه اماني ان الموضوع ده بيخلي رائدات كتير مش عارفين يقوموا بدورهم؟ لا بالعكس، هما بيقوموا بدورهم على اكمل وجه. الراجل بيبقى متفهم، يعني هو متفهم، بس انها تقول بقى كاعلام وقدام الناس ان هي بتخش معلش بيت، برضو العادات والتقاليد هنا بيبقى لها حاجات كتير، يعني هي العادات والتقاليد اللي تربينا عليها واحنا تربينا عليها، ان ازاي يقول ان مراته مثلا، ما الناس ما تعرفش، عارفه ان مراته المدام بتاعته موظفه، لكن ايه شغلتها؟ طبيعه الراجل ما بيتكلمش، ما بيحكيش ان مراته شغاله كذا او بتعمل كذا، فده السبب يمكن الرئيسي اللي بيخليه يرفض انها تظهر في الاعلام عشان ما حدش يعرف. بس طيب انت بقى كمسؤوله برضو شايفه مشاكلهم ايه غير موضوع الرواتب؟ يعني ناقصهم ايه تاني عشان يقدروا يقوموا بدورهم؟ يعني هم تعينوا دلوقتي، انت بتقولي لي من 2013 خلاص تعينوا. 2013 ايه تاني مشاكل، وشايفه من وجهه نظرك الحلول ايه؟ والله هو عندهم المشكله ان احنا عندنا طبيعه العمل بتاع الرائده، لما بتيجي ست تستخدم الوسيله عندنا للاسف في هي كل واحده ليها مربع، في اماكن احنا عندنا زي ما قلنا ان الرائدات مش مغطيه كل الاماكن، اماكن كتير ما فيهاش رائدات، فالاماكن دي بتيجي منها بعض السيدات تستخدم الوسائل عندنا، للاسف بتيجي لما بتيجي تكتب بتكتب العنوان عندنا ما بتكتبوش صح، يا اما بتكتب عنوان مثلا تكون واحده قريبتها جت زارتها فجت خدت الوسيله، فالمفروض ان هي تقول ان دي قريبتها، لان الرائده لما بيحصل عندنا ان الست اللي بتيجي تستخدم عندنا وسيله داخل المكان داخل الوحده، لما ما بتجيش الرائده بتروح لها البيت بتسال عليها حضرتك ما جيتيش ليه؟ لعل المانع خير، بتطمن عليها وبتقول لها طب تعالي استخدميها تيجي عندنا مره تانية. في بقى واحده بتكون مثلا ابنها تعبان، حصل ظرف، كانت مسافره، بتقول السبب. وفي واحده ما بنعترش عليها خالص، دي بقى اللي هي اللي احنا بنقول عليها اللي بتبقى خارج المربع بتاع الرائدات. هي مشكله لازم برضو نركز عليها. استاذنك ناخد اتصال من الحاج احمد من الاهليه. حاج احمد اهلا بيك. حاج احمد الو. اهلا بيك يا حاج احمد، نورتنا. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله تمام، اتفضل. ازيك يا بيه؟ اتفضل. ما فيش عندنا في الاهليه رائده ريفيه بتعمل زي ما بقولوا كده، ما بقولوا الكلام بتاعهم كده، الكلام بتاعهم بقولوا الكلام ده ما فيش فيه، الكلام ده مش سود، الكلام بتاعهم ده مش سود يا استاذ اسراء، ما فيش حد بيجي في الدقهليه ولا حد بيمر في البيوت ولا في حاجه جنبه كده، بيقولوا كلام بس كده يا استاذ اسراء. لا هو عايز اشوف الناس بعينيا، اشوفهم يمشوا على البيوت ويخشوا على البيوت ويتكلموا. انت عندك في الدقهليه كلها يا حاج احمد. والله العظيم حاج احمد انا مصدقاك والله، وانا عارفه ان انت مش هتقول كده، بس هم طبعا ليهم احترامهم وهم مش بيقولوا كلام وخلاص، بس هي الفكره حضرتك لفيت الدقهليه كلها، ممكن في المربع بتاعك ممكن ما يكونش فيه رائدات ريفيات، لكن انت بتسمع من جيرانك او من المناطق البعيده عنك شويه ان ما فيش رائدات ريفيات؟ طيب حاج احمد اتصاله اتقطع. انا بشكرك شكرا جزيلا، ولكن هم ضيوفي ولهم كل الاحترام والتقدير، وراي حضرتك طبعا للاحترام، ولكن هم ما بيقولوش كلام وخلاص، هم الستات شغالين، يعني انا برد بنيابه عنهم لان هم ضيوفي، ما ينفعش ابدا حد يوجه لهم كلام يزعلهم، يعني انا مش عايزاك تزعلهم طبعا. لا بالعكس، يعني هو ممكن هو تبقى بيتكلم على منطقته معينه. بالظبط بيتكلم، وبعدين احنا هنا دلوقتي كلام الاستاذ اماني بتقول لحضرتك مش كل المربعات متغطيه. بالظبط، هم اقروا واعترفوا وقالوا ان مش، وكمان لو حضرتك يعني ركزت شويه في كلامنا فكره انه العدد مش مكفي زي المرشد الزراعي برضه، ما انت عندك برضه وابسط مشكلة. الامور عنده الوحده، بس خليني اقول لك حاجه، هو صح ليه في حاجه بقى ان هو بيدور
على المعلومه، هو عايزكم تبقوا موجودين. بس يعني حبيبه فهم؟ قلبي، هو بيتكلم كلامه يحترم وليه طبعا كل تقدير من وجهه نظره، لكن هو بيقول ما بيقولوش كلامه بس، احنا بنتكلم على منطقتنا وعلى مكاننا. انت فاهماني؟ واكيد في حتت ثانيه في رائدات كتير. بالظبط. هو بقى مش مصدق ان في رائده الوحده الصحيه اللي تابع ليها يروح يسال عليها. وشوف هو عايز اي خدمه من هناك يعملها له ولا لا. اكيد. وكون ان هو بيدور فهو عايز المعلومه وطبعا عايز يوعي اهل بيته ويوصل المعلومه بشكل كويس. انا بشكرك يا حاج احمد، ونفسي ان كل الناس تدور زيك على الرائده الريفيه، وحتى لو انت شايف ان في قصور عندك في المشكله دي توجه للوحده الصحيه على طول وطالب، ده حقك وحق اهل بيتك، لازم طبعا توصل لك المعلومه انت واهل بيتك بالشكل السليم. بس يا ريت لما تروح له الرائده لغايه البيت يعملها باسلوب كويس ويكلمها. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا الاستاذه اماني فاروق، مشرفه رائدات ريفيات بالاداره الصحيه بالوراق، شكرا جزيلا ليكي نورتيني. والاستاذه صفيه محمد رائده ريفيه، شكرا جزيلا ليكي. اتفضلي. للاسف انا كنت عايزه اعرض المشكله بتاعتي. احنا طبعا انا هقول لحضرتك طبعا ان احنا لينا وعد ان شاء الله بان احنا نعرض، بس احنا وقتنا يعني حضرتك أزل. بس هقول لك على حاجه، يعني لو تعرضيها سريعا يبقى يا ريت سريعا بس. وبعدين انا معايا شهادات تقدير، يعني مش كمان مش طب ما شاء الله. بصي حضرتك ابسط الامور. ايوه تمام. لا شهاده تقدير ده بصي من سنه كام؟ من النقابه من اللجنه النقابيه للعاملين بمديريه الصحه بالجيزه. طب هي جدا شهاده تقدير خاصه بالاستاذه صفيه. طب سريعا عشان انا عايزه ادي استاذه اماني وقت سريعا بس. ما قلتيش لي من الاول. طيب ده انت لازم اهتم بيكي طبعا جدا. اتفضلي. طيب انا اصلا مشرفه رائدات بالاداره الصحيه بالوراق من حوالي 12 سنه من 2004. وحصلت معايا مشكله ان انا اصلا كان عندي الرائدات كلهم كانوا بعقود، كله سواء دبلوم سواء فوق متوسط سواء عالي مؤهل عالي كله كان شغال رائدات. في سنه 2013 تم تعيينهم، في 6/2013 تم تعيين الرائدات دول. ومن ساعه ما تعينوا في واحده فيهم معاها بكالوريوس، انا معايا دبلوم تجاره. طبعا انا دخلت الوزاره لان انا امتحنت واجتزت الامتحان ده عن طريق الوزاره، واخدت اياميها كان حسب التوصيف الوظيفي اللي مطلوب انها تكون رائده معينه بصفه دائمه، ما كانش يشترط مؤهل عالي او متوسط، معايا الاوراق اللي بتقول ده. فوجئت في 26/7 ان جالي قرار من وزير بقرار بتوصيه من وزير الصحه بسحب قرار الاشراف بتاعي بناء على حاجات معينه. بيقول ان انا مكلفه من قبل الاداره الصحيه بالوراق، وكلام غير سليم، لان انا من قبل اتعينت تبع الوزاره بعد الامتحانات القياديه ومعايا ورق بيقول الكلام ده. تمام. تاني حاجه بيقول ان انا باخد مهن طبيه اللي بياخدوها الدكاتره، وللاسف انا ما باخدش، لان ما ينفعش واحده اداريه تاخد مهن طبيه. ايوه طبعا الكلام ده اشتكيت كتير وعملت تظلم والكلام ده لغايه دلوقتي ما تردش عليه. انا نزلت في كذا برنامج. ايوه نزلت القصه بتاعت عايز حقي لوزير الصحه ما ردش في الجمهوريه، ونزلت في الاهرام المسائي نداء لي ما ردش للاسف. نزلته امبارح، نزل لي امبارح الموضوع على البريد الاهرام الالكتروني بالمستندات اللي انا بقول عليها اللي معايا. مش عارفه انا يعني انا عايزه بطالب بحقي، انا بقالي 12 سنه. أيوة. وبعدين انا اتظلمت، انت بتقولوا ان انا باخد مهن طبيه وانا ما باخدش، بتقول ان انا مكلفه من قبل الاداره وانا برضو مش من قبل الاداره، انا من قبل الوزاره. ايوه والمستندات دي نزلت على البريد الالكتروني. طب انت دلوقتي بتقومي بعملك ولا لا؟ لا للاسف. بقالك قد ايه؟ من يوم 26/7 وطلع صاحب القرار، فانا لما جريت وسالت قالوا لي يا ماما، انا رحت الشؤون القانونيه اللي هم طلعوا لي صاحب القرار في الشؤون القانونيه بالوزاره، قال لي احنا فتوى، احنا طلعنا فتوى والوزير خد بيها ما خدش هو، فهو خد بالتوصيه نفذوا توصيه اولى، هو طلع بتوصيتين، توصيه اولى وتوصيه ثانيه، للاسف نفذوا الاولى ان انا اتسحب مني الاشراف، اما التوصيه الثانيه ان انا اتحول للنيابه الاداريه لاني باخد مهن طبيه ما تحولتش. ليه ما تحولتش؟ عشان اصلا البنت شكياني في النيابه الاداريه بس بشكوى كيديه، والموضوع يعني غير ده خالص، عشان تاخد مكاني على شكوى. على شكوى.
فللاسف ما ردوش عليا. بس زماني هي كانت رائده زينا زيها زينا. كان معاها بكالوريوس خدته اي اثناء الشغل، يعني خدته اثناء ما كانت بتعمل معانا. شوفي بس. انا طبعا حزينه جدا انه حد زي استاذه اماني عندها مشكله زي دي، وفي الاخر انت بتقومي بدورك في وسط الـ الامكانيات المحدوده وتتظلمي في الاخر. اتمنى ان شاء الله طبعا ان يكون في صدى للمدير عندي بيقول لي لا هو معاه الورقه. طبعا انا لما جيت اطلع قرار، طالما ان انا ماليش قرار مش من حق حد يمشيني. ده اللي انا عرفته من المستشارين اللي في الوزاره. تمام. هو بقى بقول له انزل المدير بتاعي بتاع الاداره الصحيه، انزل اعمل شغلي اعمل الميداني، بيقول لي لا. يعني اتمنى ان احضر النبطشيات بتاعتي. وصلت انت كمان معاكي ده درع؟ انا خدت ده درع من وزاره الصحه. وفي الاول وزاره الصحه دكتور احمد عادل في سنه من السنين حصلت. أيوه. عليه كان في حفل التكريم، والسنه اللي قبلها كانوا مديني برضو ميداليه ذهبيه. وعلى فكره انا معايا شهادات تقدير كتير جدا ما شاء الله عليك، وكنت مشرفه مثاليه في سنه من السنين على الجيزه. ومش عارفه يعني انا حقي اخده ازاي. ان شاء الله حقك يرجع لك وفانا بناشد وصل، وان شاء الله باذن الله هنتابع معاكي الموضوع ده. انا حاسه ان انت متاثره طبعا اكيد. طبعا لما انا اتشال بظلم لمجرد ان انا معايا دبلوم وهي معاها بكالوريوس، انا بقالي 12 سنه خبره وهي متعينه بقالها سنه ونص. وانا متعينه من 20 سنه بس انا مشرفه بقالي 12 سنه. بغض النظر عن المشاحنه اللي موجوده او المشكله، انت لازم تاخدي حقك. واتمنى ان شاء الله ان يكون في صدى، وطبعا بناشد وزير الصحه وحتى المسؤولين. مش كل حاجه الوزير هيعملها، ولكن المسؤولين بشكل عام كل واحد يقوم بدوره. استاذه اماني ليها حق لازم ان شاء الله تاخده. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني. معلش انا اسفه جدا والله الوقت. بس بخصوص الرائدات اتفضلي. المفروض ناخد حاجه اسمها بطل مخاطر في دخولنا البيوت. ما بناخدهاش. تمام. ان شاء الله تكون رسالتكم وصلت. مشاهدينا دور الرائدات الريفيات مهم جدا، على قد ما نقدر نحاول نهتم بيهم والمسؤولين عنهم كمان يهتموا بيهم. انا بشكركم وهنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل.